رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بدا اليوم في بروكسل كالمكلف بمهمة تعميق التباينات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، دول يسعى بعضها خصوصا المجر واليونان وليتوانيا إلى إزالة العثرات من طريق العلاقة الصعبة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. وزراء الخارجية من جانبهم جددوا التأكيد على الموقف الأوروبي من النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. نعتقد بأن الحل الواقعي الوحيد للصراع بين إسرائيل وفلسطين هو قيام دولتين مع القدس كعاصمة للبلدين على طول الخط الأخضر لعام 67. هذا هو موقفنا الموحد، وسنواصل احترام التوافق الدولي بشأن القدس إلى أن يتم التوصل إلى حل نهائي للمدينة المقدسة عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين، ونأمل أن يتمكن الطرفان من الدخول في مفاوضات مباشرة فعالة بدعم من المجتمع الدولي. وباستثناء التصريحات المبدئية، لا يبدو أن الاتحاد الأوروبي سيقدم على اتخاذ أي موقف عملي وفعال للضغط على إسرائيل لاحترام القرارات الدولية، رغم وجود العديد من الإجراءات التي توفرها الاتفاقات الموقعة بين بروكسل وتل أبيب. توحيد الموقف الأوروبي إذن هي المهمة الملقاة على عاتق منسقة السياسة الخارجية الأوروبية لرفع من مستوى الانخراط الأوروبي في أزمة الشرق الأوسط بعد قرار الرئيس الأمريكي نقل سفارة بلاده إلى القدس، فيما بدا أنه انحياز أمريكي لإسرائيل. لبيب فهمي، التلفزيون العربي، بروكسل.